السلام عليكم، اهلا بكم في قناتكم انا وهي والنجوم. ارجو من حضراتكم الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتشجيعنا ولكي يصلكم كل جديد. وفقنا الله ووفقكم الى ما فيه الخير. شكرا للمشاهدة، ولا تنسى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. اربع حاجات بتضايق مولود برج الحوت، ولو بتحبه ابعد عنهم. لكل شخص مجموعة من نقاط القوة والضعف التي تؤثر على تعاملاته مع الآخرين وردود أفعاله. وللتعرف على هذه النقاط لابد من الاحتكاك بالشخص بشكل مباشر من خلال مواقف كثيرة حتى تتمكن من الغوص في أعماق شخصيته. لكن الأبراج الفلكية اختصرت الطريق واختزلت المواقف وعبرت إلى الشخصية مباشرة من خلال صفات الأبراج. وإن تحدثنا عن برج الحوت سنجد أن صفات برج الحوت تبرز نقاط قوته وضعفه. وبالرغم من أن مولود برج الحوت له شخصية بها كثير من التفاصيل، إلا أن إزعاج مولود الحوت وإثارة غضبه أمر بسيط إن تعرفت على النقاط من خلال صفاته لتجنبها إذا كنت تحبه. وهذه هي طرق إزعاج مولود برج الحوت التي يجب عليك تجنبها. تابع معانا الفيديو واعرف الأربع أشياء التي تثير برج الحوت. واحد، واجهه بأخطائه واثبتها. لا يتقبل مولود الحوت أن يتهم أحد بارتكاب أي خطأ، وعلى الفور يحول الدفاع إلى هجوم، ويحاول أن يأتي لك بأي خطأ حتى إن مر عليه سنوات، أو يعول أخطاؤه على أي شيء. وإن واجهته بها مع وجود الإثبات عليها ستثير غضبه بشكل سريع. 2، إثارة غيرته. إن أردت أن تفقد مولود الحوت أعصابه فعليك بإثارة غيرته، خاصة في الأمور العاطفية، فهو لا يقبل أن يقترب أحد من شريكه بكلمة أو فعل، على الفور سيتحول إلى شخص آخر. 3، التجاهل حل سحري. عزة النفس من أهم صفات برج الحوت، لذلك فتجاهله أمر جلل، ويلزمه وقفة مع ذاته ليعرف أسبابه ويحاول أن يتراجع. لكن احذر أن يحدث ذلك بإهانة، لأنك بذلك ستخسره إلى الأبد. 4، انتقاده أمام الجميع. التقليل من شأن مولود برج الحوت قد يكون مقبولا إن كان الأمر في الخفاء ومن خلال توجيه نصيحة، لكن تعمد انتقاده والتقليل منه أمام الجميع سيثير غضبه في غضون ثواني، وسيحاول أن يرد اعتباره بأي شكل. شكرا للمشاهدة. تنويه هام، الأبراج مجرد تسالي، ولن يعلم بالغيب غير الله سبحانه. لا تنسى الاشتراك في القناة، ولا تنسى ابداء رأيك على الفيديو بتعليق، ولا تنسى تفعيل الجرس حتى يصلك إشعار بالفيديو الجديد.